السلام عليكم ورحمة الله. إخواني، أحببت في هذا الفيديو أن يعني نخلق دردشة صغيرة وأقدم لكم بعض النصائح لمن يود ولوج مجال الربح من الإنترنت أو العمل بصفة عامة. فألاحظ أن هناك بعض الإخوة الذين للأسف يعني تكون انطلاقتهم انطلاقة غير صحيحة، فبالتالي يفشلون في مجال الربح من الإنترنت. هناك وأعرف الكثير من الإخوة من للأسف عندهم تجارب جد سيئة مع العمل في الإنترنت، ولكن على العموم أتمنى مسبقا بأن يكون هذا الفيديو ببعض النصائح التي ستكون مفيدة بالنسبة لبعض الإخوة. أولا يعني كما ذكرت في الفيديو، يعني هناك مسألة مهمة جدا يجب أن نتفق عليها. يجب أن نؤكد على مسألة الانطلاقة، يجب أن تكون صحيحة. الانطلاقة يجب أن تكون انطلاقة صحيحة. إذا لم تكن هناك انطلاقة صحيحة، كن على يقين صديقي لن تربح فلسا من الانترنت. كن على يقين من هذه المسألة، لأن انطلاقتك انطلاقة غير سليمة. ماذا أقصد بالانطلاقة السليمة؟ الانطلاقة السليمة هو أولا يجب أن أخذ فكرة عن جميع المجالات الربحية الموجودة على الانترنت. يجب أن أخذ فكرة، ولكي أخذ فكرة يجب أن أبحث. عندنا شيء عظيم اسمه محرك البحث جوجل. يعني هناك الكثير من الطرق الربحية. للأسف عدم اختيار انطلاقة صحيحة يعجل بفشلك أو النصب عليك. على سبيل المثال سمعنا ونسمع بالعديد من الإخوة تم النصب عليهم في أموالهم، يعني شركة استثمارية هنا في المغرب، يعني دفعوا مثلا $500 أو $600، يجلبون أشخاص وبعد شهر أو شهرين يمكن أن تتجاوز أرباحهم $2000 $3000. لو هذا الشخص، وهنا أؤكد على مسألة البحث والانطلاقة الصحيحة، لو هذا الشخص بحث في هذا المجال وهو مجال التسويق الهرمي، لو بحث فيه على الانترنت وبحث عن سلبياته قبل إيجابياته، وهذه مسألة أخرى مهمة، في أي مجال نبحث عن السلبيات قبل الإيجابيات، لو وجد أن هذه الشركة أغلبها نصابة، أغلبها نصب واحتيال، وما استثمر فيها لكي يتم النصب عليه في الأخير والنصب على أمواله. لهذا أؤكد على مسألة الانطلاقة الصحيحة. دائما أي مجال أبحث عن مساوئه، عن سلبياته قبل إيجابياته، وبعد ذلك أقارن. إذا وجدت الإيجابيات مع السلبيات والمجال أعجبني يمكن أن أستثمر فيه. هذه نقطة. طبعا وأنا أتحدث عن المجال والمجال الذي أستثمر فيه، هناك بعض الإخوة من سيسألوا لي هذا السؤال. أنا على يقين أن هناك من سيسألوا الآن، وما هو المجال الذي تنصحنا به؟ هناك المجال أو يعني من المجالات التي أنصحكم بها مجال دروب شيبين. مجال دروب شيبين هو مجال مربح إلى حدود الساعة، والكثير من قصص النجاح في هذا المجال موجودة، قصص عربية. لهذا فالإخوة الذين يفكرون في مجال لكي يستثمروا أو دراسته، أنصحكم بالدروب شيبين. هذه نقطة لا نختلف عليها. نقطة أخرى وهي في مسألة يعني الدراسة، لأنه أي مجال إخواني لا يوجد شيء اسمه أدفع $1000 وأنتظر إلى نهاية الشهر وسأخذ $2000. هذا الهبل. أي مجال هو عمل، إذا لم تعمل لن تتقاضى مقابل. كن على يقين. لهذا فالعمل يلزمنا دراسة، الدراسة يلزمها تجربة، فبالتالي بين التجربة والدراسة يعني لا تفقد الأمل بسرعة. هناك بعض الإخوة يعني يشرعون في دراسة المجال شهر شهرين ويقول لك هذا المجال غير مربح، واو جربت العديد من المجالات ولم أربح. طبعا الحال لا تربح، لأنك جربت العديد من المجالات في مدة سنة أو في مدة سنتين. يجب أن تركز على مجال وأتابع على دراسته. يجب أن تدرس وتدرس وتدرس وتدرس. وفي حالة إذا فشلت، هذا لا يعني هذا الفشل أنه فشل عام، هذا فشل يهمك أنت فقط، وبالتالي هناك الكثير من القصص النجاح الأخرى. فإذا فشلت حاول مرة أخرى وحاول، يمكن أن تنجح بعد شهر، يمكن أن تنجح بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 5 سنوات، ولكن في النهاية ستنجح. كل على يقين، أنا أتحدث معك انطلاقا من تجربة خاصة. في النهاية ستنجح، هذا ما يهم، أنك ستنجح. أنا في نظري اللهم أنني أدرس مجال وأعلم أنه في النهاية سأنجح، على أن أدرس مجالات أخرى وأعلم في النهاية أنه يمكن أن أنجح ويمكن أن لا أنجح. هناك الكثير من يدرس إدارة الشبكات المعلوماتية، هناك من يدرس البرمجة ويتمنى أن يعمل في شركة، ومن دراك أنك ستعمل في هذه الشركة؟
ومن دراك انك ستنجح في مجال الشبكات او اي مجال اخر. ولكن انا متاكد انني اذا درست مجال معين يمكن ان اصبح غني، يمكن ان اصبح غني، ليس لي اربح 5500 دولار في الشهر او 40 او 400 دولار كراتب، لا، ساصبح غني اذا نجحت، يعني ساصبح غني. وهذه نقطه مهمه جدا، هذا هو الفرق بين ما ندرسه في المدارس وما ستدرسه في الانترنت. معادله جد ناجحه. فبالتالي اذا فشلت هذا لا يعني انه اذا فشلت في المدرسه هذا لا يعني انك تترك المدرسه، نعم هناك حالات خاصه، ولكن ان تكرر السنه نفس الامر، فشلت يعني كرر يعني حاول مره اخرى وفي النهايه ستنجح، كل على يقين انك ستنجح. وهذا الفشل لا تعتبره فشل، هذا الفشل تعلمت منه. وهناك ناس من بينهم انا خسرت العديد من الدولارات في الانترنت ولم اربح شيئا، ولكن في النهايه تعلمت. هذه نقطه مهمه. نقطة أخرى، وهذه النقطة هي نقطة أخرى متعلقة بالمصادر، فالمصادر كذلك هي مهمة جدا. إذا لم تكن عندك مصادر موثوقة لكي تتعلم منها، كن على يقين أن ما ستتعلمه يمكن أن لا يفيدك، أو ممكن أنك ستجده خاطئ، او ممكن انه سيقودك الى 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 الفشل. لهذا كذلك المصادر، يجب دائما ان نبحث عن مصادر. هناك الكثير من المصادر الموثوقه التي يمكنك ان تتعلم منها. هناك منتديات مثلا مثل منتديات واريو فورم، ديجيتال بوينت، بلاك هات سيو فورم. هناك كذلك دورات، يمكنك ان تجد دورات مجانيه مثلا في دورات على يوديمي لتعلم العديد من المجالات. فلهذا المطلق او عفوا المصادر كذلك هي امر مهم. نقطة اخرى، وهذه النقطة كذلك انصح بها جميع الاخوة الذين يسألونني، هي نقطة فيما يخص رجاء ما تربحونه على الانترنت. يعني الحمد، يعني ان شاء الله، يعني اذا نجحت وبدأت يعني ولله الحمد يعني تبني ثروتك، اي شيء تربحه من الانترنت حاول ان تستثمره على ارض الواقع. هذه هي نصيحتي الأخيرة للإخوة. إذا كنت يعني ما تربحه في العالم الافتراضي، نعم استثمر جزء منه في العالم الافتراضي، ولكن لا تنسى العالم الواقعي، لأننا نعيش في دول عربية، لا شيء مضمون، غدا أو بعد غد يمكن أن يقوموا بإقفال، لا نعلم، بمنع مثلا التجارة الإلكترونية أو وضع لها قوانين صارمة أو شيء كهذا، وبالتالي قد تجد أنك صرفت الكثير من الأموال وكنت تعتقد على أن هذه التجارة هي دائمة، ولكن نتيجة كانت العكس توقعاتك. فبالتالي ما تربحونه من العالم الواقعي، من العالم الافتراضي، استثمروه في الأمر الواقعي. فأتمنى من الله أن تكون هذه النصائح مفيدة. وبالنسبة للإخوة الذين لديهم أي أسئلة فمرحبا بكم، مرحبا بتساؤلاتكم، سأكون سعيد جدا بالإجابة عليها. وللإشارة إخواني كذلك أن البث مباشر إن شاء الله سيستمر وسيكون على القناة الرسمية لأجل الإجابة على أسئلتكم. فنتمنى من الله أن تكون هذه المجهودات تلقى استحسانكم، وإلى أن أراكم في فيديو قادم بإذن الله. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء، وتقبل الله صيامكم.